سنذهب إلى عالم البحار والمحيطات، حيث أكد دراسة حديثة أن موجات الحر البحرية لا تتسبب إلا في تغييرات طفيفة في أعداد ووفرة الأسماك في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. طبعا الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر أوضحت أن موجات الحر البحرية تؤثر بصورة ضئيلة على وفرة هذه الأسماك. في المقابل، لاحظ علماء البيئة زيادة في الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 70% بعد موجة الحر التي عرفتها الولايات المتحدة عام 2012. توصل العلماء إلى أن هذا الاختلاف أو هذه الاختلافات وإن كانت كبيرة لأنها أقل حجماً من التقلب الطبيعي لوفرة الأسماك. وحلل الباحثون الأمريكيون والكنديون والأوروبيون الذين أجروا الدراسة أكثر من 82 ألف حصيلة صيد أسماك بواسطة شباك الجر القاعية جمعت في إطار الحملات العلمية في شمال المحيط الأطلسي وشمال شرق المحيط الهادئ. وفي خبر متصل مشاهدينا، وبعد توقف دام شهرين أعلنت الحكومة الأيسلندية استئناف صيد الحيتان ذات الزعانف مع إرشادات جديدة باتباع أساليب قتل أكثر رحمة. وزارة الأغذية والزراعة ومصائد الأسماك الأيسلندية أكدت أنها بصدد إصدار قائمة جديدة تتضمن متطلبات أكثر صرامة لمعدات وطرق الصيد بالإضافة إلى زيادة الإشراف. كما سيطلب من صيادي الحيتان إكمال دورة تدريبية في بيولوجية الحيتان وإدراك الألم والتوتر وقتلها بأساليب تقلل من آلامها وكيفية ضربها بالحراب للتأكد من نفوقها بشكل سريع. يذكر أحمد أن اللجنة الدولية لصيد الحيتان، وهي هيئة عالمية تشرف على الحفاظ على هذه الكائنات، قد أوقفت في عام 1986 صيد الحيتان بعد أن اقتربت بعض أنواعها من الانقراض. سنناقش هذا الموضوع وهذان الموضوعان مع ضيفنا من الغردقة في جمهورية مصر العربية دكتور محمود معاطي، وهو أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر. أهلا وسهلا بك دكتور، نرحب بك معنا في صباح جديد. سنبدأ من هذه الدراسة في مجلة نيتشر. هل برأيك تنفي هذه الدراسة كليا المزاعم بأن موجات الحر تؤثر على الأسماك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. الأول عايز أقول إن الأسماك هي أقدر الكائنات البحرية مع الثدييات البحرية تحملا للاختلافات المدهشة في درجة الحرارة. موجات الحرارة، احنا بنسميها موجات الحرارة البحرية، تأثر بها الكائنات البحرية الثابتة زي مثلا الشعاب المرجانية، وكانت مرتبطة
بالتغيرات المناخيه او موجات الحراره البحريه ارتباط كلي، وسببت حاجه اسمها ابيضاض الشعاب المرجانيه او الكورال بليتشنج. انما الاسماك والثدييات الكائنات المتحركه بتقدر تهرب من المكان اللي بيحصل فيه التاثير، سواء كان تلوث او جهاد حراري، فبتهرب من المنطقه الاخرى او بتهرب من عمق لاخر، بمعنى انها بتهرب من المياه السطحيه وتنزل في مياه الاعماق الاقل في درجه الحراره. فعلشان كده انا متفق تماما مع الدراسه اللي تمت اللي بتقول ان موجات الحراره مش بتاثر تاثير كبير او بيبقى تاثير ضئيل على المخزون السمكي او كميه الاسماك او انواع الاسماك الموجوده. يعني دكتور، بشكل او باخر، هل هناك تاثير يعني حتى لو كان جزئي، وايضا ان كان يعني ليس التاثير على موضوع وفره الاسماك او حتى على الاسماك بنفسها، هل هناك تاثير على النظم الايكولوجيه في البحار المحيطات؟ هل هناك تاثير ايضا على هذه النظم بشكل او باخر؟ ما يؤثر طبعا وينعكس على الأسماك. أكيد طبعا بيأثر على النظام البيئي، زي ما احنا قلنا كده، اللي بتتأثر بيه الكائنات الثابتة زي الشعاب المرجانية، بيحصل لها ابيضاض، لأن الشعاب المرجانية عبارة عن كائن اسمه أو حيوان اسمه البوليب، هو اللي بيكون التكوين المرجاني، ولكن بيستضيف معاه نوع من الطحالب اسمه طحلب الزوزنسيلي. طحلب الزوزنسيلي ده بيقوم بتكوين مواد الكربوهيدراتيه، وبيعيش معيشه تكافليه مع البوليب او الكائن المكون للشعاب المرجانيه. في حاله ارتفاع درجه الحراره او حدوث اي مؤثر على البيئه البحريه، سواء تلوث سواء درجه حراره يعني، فبيبدا البوليب ثابت مش بيقدر يتحرك، ولكن الطحلب الزوزنسيلي بيبدا يتحرك وبيسيب الشعاب وبيبدا ينتقل لمكان اخر. وبعد فتره من الفترات البوليب بتاع الشعاب مش بيقدر يكمل المسيره لوحده، فبيموت وبيبدا يتحول لونه للابيض، للون الابيض، لان اللون بتاع الشعاب بيبقى جاي من الطحالب. ولو الشعاب ماتت طبعا في اسماك مرتبطه وفي كائنات مرتبطه بيها، الكائنات اللي بتقدر تتحرك هي الاسماك، بتتحرك من منطقه لاخرى، فده بيخل طبعا بالنظام البيئي. ولكن الموجات الحراريه بتبقى موجات مؤقته، مجرد ما بيزول العامل المؤثر بيبدا النظام يستعيد طبيعته مره اخرى. طيب دكتور، هذا خبر جيد جدا، على عكس يعني ما ورد عن قرار ايسلندا بالعوده الى صيد الاسماك او رفع الحظر عن اصطياد الحيتان. على اي اساس تم هذا القرار؟ علما ان يعني هذا الحظر كان بسبب تهديد بعض الأنواع بالانقراض. طبعا أنا عايز أقول بس في الأول إن أيسلندا واحدة من 3 دول ما زالت مستمرة في موضوع صيد الحيتان، هي والنرويج واليابان، رغم إن الاتفاقيات الدولية سنة 1986 منعت صيد الحيتان للحفاظ على النظام البحري، لأن إحنا عندنا في الطبيعة في حاجة اسمها السلسلة الغذائية. السلسلة الغذائية عبارة عن حلقات متصلة ببعضها، لو أزلنا أي حلقة منها بتنكسر السلسلة، بيؤدي إلى خلل في النظام البيئي، ممكن يعرض بعض الأنواع للانقراض، وبيعرض أنواع تاني إنها تزداد بكثرة، فبتأثر على النظام البيئي. الحيتان إحنا عارفين إن هي ممنوع صيدها طبقا للاتفاقات الدولية، خاصة إن النوع اللي أيسلندا فتحت الصيد بتاعه هو الفينويل أو الحوت الزعنفي أو الحوت ذات الزعانف، وهو ثالث أكبر الحيتان حجما على وجه الكرة الأرضية بعد الحوت الأزرق والحوت الأحمر. طيب دكتور، يعني كما سألنا موضوع الأسباب، كيف نفهم بأن هناك أنواع مهددة بالانقراض لكن هناك دعوات للعودة لموضوع هذا الصيد؟ وأيضا ربطوا الموضوع بعملية يعني موضوع قتل هذه الحيتان بشكل مختلف، وخاصة قالوا بأنها عندما تتعرض للضرب أو حتى الضرب بالحربات لا تموت بهذه السرعة، في بعض الأوقات تستمر لمدة 3 ساعات أو أكثر. يعني كيف نفهم هذه الازدواجية في عملية الطرح؟
التبرير لعمليه الصيد بالنسبه لي انا كشغال في علوم البحار، التبرير غير مقنع. القتل هو القتل. هم بيدوروا وبيبحثوا على طريقه قتل رحيم تخلي الحوت يتم قتله في الحال، بدل ما بيقعد يصارع الموت خلال ساعات في الحراب، فبيدوروا على طريقه قتل اسرع، ولكن في النهايه المحصله سيتم إعطاء القتل هو القتل. الصيادين دورات في هذا الصراط. دورات. نعم. تمام، ولكن القتل هو القتل. انت بتتخلص من الكائن. يعني هم يبحثوا عن طريقه لتقليل عذاب الكائن اثناء قتله، ولكن في النهايه الكائن بيموت. في النهايه البيئه بتفقد واحد من اهم المخلوقات اللي موجوده في البيئه البحريه. انا عايز اقول بس ان الحيتان عددها حوت الفين ويل اللي هم بيصرحوا ان هو يصطادوه وصل لأقل من 20,000 حوت في المحيطات. خاصة الحيتان الكبيرة، يعني بحسب وزيرة الأغذية ومصائد الأسماك الأيسلندية، هي قالت بأن أيسلندا هي آخر دولة في العالم تسمح بقتل هذه الحيتان الكبيرة. أليست من رقابة دولية يعني تحد من هذا الأمر أو تمنعه أسوة بباقي دول العالم؟ في رقابه دوليه طبعا، وكان في جمعيه اللي هي اللجنه الدوليه لصيد الحيتان، وكان فيها العديد من الدول، مصر موقعه على الاتفاقيه بتاعه منع صيد الحيتان، ولكن اليابان وايسلندا خرجوا من اللجنه واعترضوا على قرار اللجنه يمكن بعد 20 سنه او 25 سنه من صدور القرار، لكي تسمح للصيادين عندها بممارسه او باعاده ممارسه صيد الحيتان مره. طيب دكتور، ولو بشكل سريع، ذكرت قبل قليل موضوع بان هذه، او حتى تحدثنا بان هذه الحيتان مهدده بالانقراض، ما الذي يشكل انقراض هذه الحيتان للنظم البيئي البحرية؟ خلل في النظام البيئي مباشره، خلل، لان التأثير ليه تأثير الحوت على النظام البيئي. الحيتان بتعمل تنظيم وتوازن للانواع الاخرى، لان احنا عارفين انها بتتغذى على الكائنات البحريه، تحافظ على تدفق الطعام والموارد البحريه في مياه المحيطات. الصيد طبعا زي ما احنا قلنا بنشيل حلقه من السلسله، فبيؤدي لتغيير هذا التوازن، وده بيأثر على الحياه البحريه الاخرى. كمان في كائنات مرتبطه زي سمكه الريموره مثلا، مرتبطه ارتباط مباشر بوجود الحيتان الكبيره والكائنات الكبيره زي بعض، زي الويل شارك او القرش الحوتي، زي الدوجون. ازاله هذه الكائنات من البيئه البحريه بيؤدي الى انقراض هذه الانواع. كمان ممكن يحصل تغير في سلوك الحيتان، ان هي في الاماكن اللي بيتم الصيد فيها تبدا الحيتان تهجرها، وتبدا تتوجه لمكان اخر اكثر امنا، بحثا عن الغذاء او هربا من القتل. ممكن تعمل تقليل لفترات الصعود للتنفس، وده بيأثر طبعا برضو على النظام البيئي. ليها اهميه كبيره قوي انها بتحافظ على توازن الانواع، كمان بتساهم في توزيع الماده العضويه عبر المحيطات، كمان تحافظ على تدفق الطاقه والمواد العضويه. الحيتان تعتبر من اكبر مصادر الكربون في البحر، بتعمل نقل للماده العضويه والكربون من سطح المحيطات الى الاعماق، وبكده بتوفر بيئه مناسبه للبكتيريا علشان تسرع دورة الكربون. شكرا جزيلا لك دكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر، كنت معنا من الغردقة. شكرا جزيلا.